الأوساط الأمريكية بدأت بالدفع وحث إدارة بايدن والكونغرس الأمريكي من أجل تشريع قانون خاص تستخدم فيه القوة ضد الفصائل المسلحة الموالية لإيران في الداخل العراقي. وواحدا من هذه الأوساط وواحدا من هؤلاء الخبراء هو طبعا سميث، وهذا الرجل سميث الذي نتحدث عنه وهو كريسبن سميث، هو أحد أهم المختصين في المسائل والصراعات المسلحة الموجودة في الداخل العراقي وكذلك النزاعات الأمنية التي تجري في الداخل العراقي. وهو كتب على Just Security هذه القضية تحديدا وهذه الجزئية وأهميتها، لأنهم يجدون بشكل مباشر بأن الأمور وبأن الفصائل المسلحة في الداخل العراقي ستصعد من الأمور، ستكون خطيرة للغاية في الفترة القادمة، وذلك لأن هنالك الكثير من السيناريوهات التي ممكن أن توصل الفصائل المسلحة للتصعيد ضد مستشاري التحالف الدولي وكذلك المستشارين الأمريكيين الموجودين في الداخل العراقي. واحدة من هذه السيناريوهات هي فشل المفاوضات النووية وتصعيد الحرس الثوري عن طريق هذه الفصائل في الداخل العراقي وكذلك على مستوى الداخل السوري. أما السيناريو الآخر ممكن أيضا نجاح المفاوضات النووية ولكن القيود تستمر على الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي ها نحن أمام نفس هذا السيناريو. الحكومة العراقية، وهنا المشكلة بالنسبة للقوات الأمريكية، أن الحكومة العراقية هي أعطت التخويل لمستشارية التحالف الدولي للعمل ضد تنظيم داعش الإرهابي على المستوى الاستخباري على مستوى تدريب القوات العراقية من أجل مواجهة تنظيم داعش، ولكنها لم تعطي السند القانوني الكافي أو التخويل بأي شكل من الأشكال لمواجهة الفصائل المسلحة الموالية لإيران. والمشكلة أن الحكومة أيضا عاجزة عن فعل شيء تجاه الفصائل المسلحة عندما تواجه القوات الأمريكية، وبالتالي حق الدفاع عن النفس هي مشكلة بالنسبة للأمريكيين على مستوى السند القانوني أو الأمور القانونية التي يعتمدون عليها. والمشكلة بالنسبة لجست سيكيورتي هنا بأنها ترى بأن الأمور ستنزلق إلى الحرب، الأمور لن تكون أضربك وتضربني، الأمور ستنزلق إلى أعلى من ذلك إذا ما دخلنا في هذه السيناريوهات التي تحدثنا عنها وخاصة فشل المفاوضات النووية. والحديث بالنسبة لكريسبن سميث هنا هو تحدث بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على سبيل المثال عندما واجه الفصائل المسلحة استخدم الـ AUMF Authorization for Use of Military Force لعام 2002 في العديد من الضربات. واحدة من أبرز هذه الضربات هي التي جاءت على مطار بغداد في عام 2020 عندما اغتال الجنرال الإيراني قاسم سليماني. المشكلة في هذا القانون كما كانت الشكاوى مطروحة عن هذا القانون أنه مصمم ضد النظام العراقي السابق، هو القانون الذي استخدمه الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في غزو العراق، وبالتالي هو ليس مصمم لمثل هذه العمليات، وعلى الرغم من ذلك دونالد ترامب استخدمه بشكل مباشر. أما بالنسبة للقوانين التي استخدمها طبعا والسند القانوني الذي استخدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن، هو كان في عملية الرد على الفصائل المسلحة منتصف العام الماضي بضربة في الداخل العراقي وفي الداخل السوري، هو استخدم قانون طبعا الرقم 2 المادة الثانية السلطة الثانية في الدستور الأمريكي في عملية هذه الضربة التي تأتي. ولكن المشكلة هنا كما تحدث كريسبن سميث بأن هذا القانون الذي اعتمده الرئيس الأمريكي جو بايدن هو يعتبر من القوانين المحدود غير صالح لمثل هذه العمليات وانزلاق الأمور إلى حرب مع الفصائل المسلحة إذا ما قررت الوصول إلى هذا الأمر. وكذلك في نفس الوقت بأن الرئيس الأمريكي وقضية الطوارئ التي أعلنها قد تكون غير كافية لمثل هذه المسائل مؤخرا في الداخل العراقي كما نعلم جميعا. وعلى هذا الأساس الأمور بحاجة إلى AUMF جديد، Authorization for Use of Military Force، تفويض لاستخدام القوة في العراق وتحديدا على الفصائل المسلحة الموالية لإيران الموجودة في العراق من أجل أن يكون الغطاء القانوني جيد. وبسبب أن ليس هنالك أي بديل وبسبب أن هذا القانون الذي نتحدث عنه الآن الذي استخدم في غزو العراق هو وصل إلى آخر مراحله في مجلس الشيوخ الأمريكي ولكن أوقفه الحزب الجمهوري تماما، أوقف إلغائه لأن ليس هنالك بديل. Just Security والعديد من الأوساط الأمريكية تتحدث يجب علينا أن نوجد البديل، وعملية الإيقاف التي جاءت على هذا القانون هي جاءت من ماركو روبيو من الحزب الجمهوري الأمريكي وكذلك تيد كروز. ماركو روبيو لعب الدور الأكبر في تجميد هذا القرار، هنالك رغبة في أن يكون القرار موحدا وإيجابيا.
إيجاد البديل موحد في هذه القضية تحديداً التي نتحدث عنها. وعلى هذا الأساس جاست سيكيورتي ذكرت الآتي يوم أمس: إذا استؤنفت الهجمات في المستقبل القريب، فمن المحتمل أن تتجاوز العمليات العسكرية الأمريكية المستقبلية ضد الجماعات المدعومة من إيران في العراق عاتبة طلب تفويض من الكونغرس على شكل AUMF جديد. وهذه طبعا هي تعتبر قضية كبيرة جدا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. دعنا نضبط الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق، لأن قضية الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق توسعت بشكل كبير على الساحة السورية. واحدة من آخر الهجمات التي تمت من هذه الفصائل القادمة من الحدود العراقية السورية بحسب ما تحدثت عنه العديد من المصادر هي كانت على قاعدة الشداد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية. هناك تعرضت إلى هجوم قبل 72 ساعة بقذائف صاروخية، وبحسب مرصد أو مصدر خاص أبلغنا بجميع التفاصيل وأعطى لنا صورا ووفر لنا صورا هي تعرض لأول مرة هنا على قناة التغيير الفضائية، وتحديدا هنا في برنامج رأس السطر، عن طبيعة الصواريخ التي استخدمت في هذه القضية وفي الهجوم على قاعدة الشداد. وهذه القذائف الصاروخية التي ترونها والمنصات، كانت هنالك أيضا منصات واضحة جدا مثل هذه، طبعا المنصات كانت موجودة في هذا الاتجاه، هي التي انطلقت كما ترون. هذه كانت اللقطات الليلية الأولى بعد عملية الهجوم على قاعدة الشدادي. وبالتالي عندما نلاحظ هنا فإن واحدة من هذه المنصات قد سقطت بهذا الاتجاه طبعا، وهذه صورة صباحية طبعا في الصباح الباكر بعد العملية طبعا بما يقارب 12 أو 6-7 ساعات أخذوا لنا هذه الصورة طبعا، والصور التي ترونها وهذه واحدة من الصواريخ التي سقطت على محيط قاعدة الشدادي وسقطت على السكان الأبرياء الموجودين هناك. هي لم تسقط على قاعدة الشدادي أبدا. وبالتالي عندما نلقي نظر على كل هذه اللقطات للمنصات لهذه الصواريخ والقذائف الصاروخية سنلاحظ بأننا أمام الكثير من اللقطات والصور لصاروخ يشبه تماما الصواريخ التي تستخدمها الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق ضد السفارة الأمريكية. هذا الصاروخ هو نفس هذا الصاروخ بكل تأكيد، يشبهه تماما وهو نفسه بكل تأكيد. نتحدث عن فجر 107 ملم، هذا الصاروخ الكاتيوشا الذي تستخدمه الفصائل المسلحة الموالية لإيران كثيرا واستخدمته ضد السفارة الأمريكية، وهو غير دقيق أبدا، يسقط على السكان كثيرا. بالنسبة لهذا الصاروخ المعروف لدى العراقيين الآن هو موجود في الداخل السوري، وطبعا عشوائية هذا الصاروخ تفسر تماما سقوط هذا الصاروخ في محيط قاعدة الشدادي. إذا ما توجهنا الآن إلى قاعدة الشدادي، إلى مدينة الشدادي تحديدا لكي نعرف هذه القضية، هذه قاعدة الشدادي التي ترونها أمامكم، وهذه هي المنطقة بهذا الاتجاه التي سقطت فيها الصواريخ. لم تسقط على القاعدة كما تحدثنا، هي سقطت بهذا الاتجاه وعلى هذه النقطة التي ترونها أمامكم، وهي مديرية حقول الجبسة بهذا الاتجاه. وعلى هذا الأساس فإن هذه القضية والمعلومات التي نشرت عن هذه المسألة من قبل قنوات تابعة للفصائل المسلحة الموالية لإيران تحدثت بأن هذه الصواريخ هي انطلقت من الحدود العراقية السورية. وطبعا عندما ننظر إلى الشدادي فهذه هي الشدادي والقاعدة هي موجودة بهذا الاتجاه، والمسافة بهذا الاتجاه من الحدود إلى هذه القاعدة نتحدث عن ما يقارب 48 إلى 50 كيلومترا تحديدا. وهذه الصواريخ، صواريخ الكاتيوشا، بالنسبة لمسافاتها هي عبارة عن 8 كيلومتر، هذا هو مدى صواريخ الكاتيوشا التي نتحدث عنها، قد تصل إلى 10 كيلومترا إذا ما تم تخفيف الحشوة منها، ولكن هذا هو الرينج الخاص بها. وطبعا المصدر أكد لنا بأن جاءت طبعا هذه الصواريخ من الداخل السوري، وهذا يفسر تماما بأن الصواريخ جاءت من منطقة قريبة جدا، أي أن هنالك دخول إلى هذه المنطقة من أجل القيام بعملية الاستهداف، وبالتالي بالهبوط قليلا الآن بالقمر الصناعي لكي نرى صورة أوضح، لكي نفهم بشكل أوضح كيف من الممكن ومن أين من الممكن أن تكون هذه الصواريخ قد انطلقت التي نتحدث عنها بهذا الشكل. فإن هذه الصواريخ كما تلاحظون هذه الشدادي وهذه هي القاعدة وهنا الحدود كما ترون بهذا الشكل، وبالتالي الصواريخ بالثمانية كيلومتر التي نتحدث عنها قد تكون انطلقت من هذا الاتجاه أو من هذا الاتجاه، منطقة صحراوية خالية استخدمت منها الصواريخ مباشرة وبسبب عشوائيتها سقطت على المدنيين. وهذا يوضح
أن الفصائل المسلحة الموالية لإيران الموجودة في العراق قد تكون تسللت إلى هذه المنطقة وقامت بهذا الاستهداف في ظل أن هذه صواريخ كاتيوشا هي موجودة في العراق وتسرب من الداخل العراقي، أو أنهم سلموا هذه الصواريخ إلى أطراف أو عناصر خاصة بهم في هذه المنطقة وقاموا بهذا الاستهداف. والمشكلة أن هذه الصواريخ أو هذه الفصائل إلى شرق نهر الفرات من المفترض أن لا يكونوا موجودين في هذه المنطقة، هذه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وكذلك مناطق سيطرة القواعد التي تتواجد فيها ويتواجد فيها التحالف الدولي والقوات الأمريكية. ليس ولا بد أن تكون الأمور هنالك توضح بأن هنالك اختراقا، هذا ما يوضحه في هذه القضية. تتوضح الأمور الآن أن الفصائل تمكنت من اختراق هذه المنطقة وتمكنت من عملية الاستهداف، وهنا تكمن الخطورة في الأمور التي نتحدث عنها وفي هذا الاستهداف تحديدا. وعلى هذا الأساس وبالنظر إلى ما يأتي من العراق ولماذا هو مهم ولماذا هذا الـ IUMF القانون الذي نتحدث عنه من تفويض استخدام القوة سيكون قويا، لأن الفصائل الآن بهذا الاستهداف وضحت تماما بأنها تأتي إلى قاعدة الشدادي، وكذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الكثير من الذخائر والأسلحة والأعتدة دائما ما تدخل إلى منطقة غرب نهر الفرات، هذا هو نهر الفرات تقريبا بهذا الاتجاه، دائما ما تدخل بحسب توثيق العديد من المصادر والوكالات الموجودة في الداخل السوري مثل المرصد السوري لحقوق الإنسان كما تحدثنا، وكذلك أن قاعدة حقل العمر النفطي وكونيكو دائما ما تستهدف، وحتى هذه القاعدة قاعدة التنف سبق وأن استهدفت، والكثير من التقارير أكدت بأن الطائرات المسيرة وأغلب الطائرات المسيرة التي استهدفت هذه القاعدة التي تقع في المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا جاءت الطائرات المسيرة من الفصائل المسلحة الموالية لإيران في الداخل العراقي، انطلقت من الداخل العراقي. والمشكلة أن هنالك أزمة في الداخل السوري، الأزمة الجديدة التي جاءت هي عدم تعاون روسي مع إسرائيل، بل مواجهة في حقيقة الأمر. الضربات الأخيرة من سلاح الجو الإسرائيلي التي جاءت على إحدى النقاط المهمة الموجودة في مصياف بالعديد من الصواريخ، نتحدث عن 30 صاروخا بحسب ما وثقه المرصد السوري لحقوق الإنسان، بل إن كانت هنالك توثيقات لصواريخ أعلى. مصادر سورية في الداخل تحدثت عن 32 صاروخا استخدمت في هذه العملية. المشكلة أن منظومة الأس 300 الروسية قد عملت فعلا وتم تفعيلها في عملية مواجهة هذه الصواريخ أو حتى مواجهة الطائرات الإسرائيلية، بل إن بحسب إسرائيل هي أكدت أيضا أن هنالك غواصة روسية موجودة في البحر المتوسط تصدت واستهدفت وقامت بإطلاق صواريخ على الطائرات الإسرائيلية، وهذا ما قد يفسر النسبة العالية لعملية التصدي التي جاءت المرصد السوري لحقوق الإنسان. في حينها أكد مقدرة الدفاع الجوية وأن الدفاعات الجوية الموجودة في الداخل تمكنت من إسقاط 22 صاروخا من 30 صاروخ، وطبعا هذه تعتبر نسبة عالية وتوضح كيف أن روسيا عملت في هذه القضية. وبالتالي والمشكلة الأكبر وما يزيد الطين بلة هي أن تفاصيلا أيضا كانت قد جاءت قبل 10 أيام تقريبا عبر الموسكو تايمز، تحدثت بأن روسيا والقوات الروسية انسحبت من قاعدتين من الداخل السوري، وبأن هذه القاعدتين تم تسليمها مباشرة إلى الفصائل المسلحة الموالية لإيران، ليس النظام السوري الذي استلم هذه القواعد. وبالتالي هنالك توسع كبير، هنالك إمدادات كبيرة وتوغل في مناطق قوات سوريا الديمقراطية، ضربات بالكاتيوشا مستمرة، هنالك مشكلة تأتي من العراق، ليس هذا فحسب، بل أن التحشيدات الإيرانية كبيرة جدا حتى على مستوى الجو. على سبيل المثال الفلايت ريدار 24 أوضحت لنا وتوضحت وظهرت فجأة هذه الطائرة مرة أخرى قادمة من طهران عبر الأجواء العراقية إلى مطار دمشق الدولي، وهي من طائرات قشم التابعة وطبعا من خطوط قشم التابعة للحرس الثوري الإيراني، طبعا هبطت إلى مطار دمشق الدولي، بقيت لمدة 3 ساعات وبعدها انسحبت بهذا الشكل. وكما تلاحظون هنا سنلاحظ بأن عملية هذه الطائرة طبعا من قشم فارس كما تلاحظون، وفي 17 مايو قبل يومين، قبل 48 ساعة من الآن، من البوينغ 747 معتادين تماما أن نرى هذه الطائرة وهي تشحن الأسلحة إلى الداخل. وبالتالي الأمور صعبة للغاية، إلى درجة أنها آرت الإسرائيلية اليوم نشرت معلومات استخبارية حقيقية عن ما يجري من تسريب
وتمرير للأسلحة من داخل إيران مباشرة إلى الداخل العراقي، وهذا ما ذكرته طبعا هارتس الإسرائيلية. وفقا للمعلومات التي تم جمعها في إسرائيل، إيران تواصل نقل الأسلحة الاستراتيجية إلى وكلائها في العراق وفي اليمن، وعلى هذا الأساس لا بد من ضبط الفصائل المسلحة الموالية لإيران بحسب جوست سيكيورتي والعديد من الأوساط الأمريكية. وثقوا وتحركوا من أجل الآن AUMF جديد إلى قانون لتفويض القوة واستخدام القوة للرئيس الأمريكي جو بايدن. الآن اجعلوا هذا السلاح متوفرا لدى القوات الأمريكية الموجودة في العراق من أجل مواجهة الفصائل المسلحة بشكل خاص هنا، من أجل ضبط إيقاع الأمور، لأن الأمور الآن أصبحت صعبة للغاية. المسألة والصراع مع روسيا والعقوبات الأمريكية على روسيا مع فشل المفاوضات النووية لن يعني فشلا في هذه القضايا فقط، بل إنه فقدانا للغاز الطبيعي، فقدانا للطاقة التي ممكن أن تكون مفيدة للغاية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وهو كذلك سيعني بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن في ورطة وفي مشكلة، كونه يحاول ترميم العلاقة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. فعلا بدأ يتحرك في هذا الاتجاه، ولكن هنالك مشكلة في العلاقة يحاول ترميمها من أجل الاستفادة من الغاز والطاقة. يريد كذلك الاستفادة من إقليم كردستان، وهذا الأمر ركز عليه معهد بروكينجز الأمريكي قبل 48 ساعة من الآن. وجدوا بأن الحاجة للطاقة الآن من إقليم كردستان مهمة كما هو الحال من أي مكان آخر. وفي ظل هذا السيناريو الذي تحدثنا عنه، ممكن للحرس الثوري أن يستمر في استهداف الطاقة كما استهدفت الفصائل المسلحة الطاقة وخطوط الطاقة ومشروع نقل الغاز الذي من المفترض أن يأتي من إقليم كردستان إلى تركيا. وعلى هذا الأساس معهد بروكينجز أوصل الإدارة الأمريكية بأن توفر منظومات دفاعية جوية من أجل التصدي للضربات التي تأتي من الحرس الثوري الإيراني. وعلى هذا الأساس أنت أمام منظومات وأنت أمام قانون ممكن أن يشرع في أي لحظة، وقد يعني زيادة في التواجد الأمريكي والتخويلات التي يمتلكونها. وهذا ما ثبته معهد بروكينجز الأمريكي قبل 48 ساعة في هذا الصدد. يجب على واشنطن النظر في الردود العسكرية الانتقامية المتناسبة على هجمات طهران على أربيل، والنظر في تزويد كردستان بأنظمة دفاع جوي شاملة. على هذا الأساس يبدو أن العراق لا زال نقطة صراع خطيرة للغاية، والجميع يترقب ما الذي ممكن أن ينتج وكيف من الممكن أن تتطور الأمور إذا ما فشلت هذه المفاوضات النووية.